شرف الله هذه البلاد برعاية الحرمين الشريفين، فشرعت بكل افتخار بصناعة كسوة الكعبة في عام 1346 من الهجرة بأمر من جلالة الملك عبد العزيز يرحمه الله، وتم إنشاء مصنع كسوة الكعبة المشرفة في ذلك العام. أنه في عام 1221 انقطعت الكسوة الواردة من مصر لأسباب متعددة، فوقع الاختيار على إقليم الأحساء، فكسيت الكعبة من هذا الإقليم في عام 1222 في بيت للشيخ عيسى بن شمس وفي مدينة المبرز، ثم انتقلت الصناعة إلى مدينة الهفوف في بيت أوقفه الشيخ أحمد الملر رحمهم الله. تصل كمية الحرير في هذا الثوب إلى 670 كيلوغرام، والذهب إلى 120 كيلوغرام، والفضة إلى 100 كيلوغرام، حيث تبلغ أطول قطعة مذهبة 5 أمتار تقريبا. يزن ثوب الكعبة 1300 كيلو بالضبط، كان هذا الوزن لثوب الكعبة اللي الآن موجود على الكعبة المشرفة، تم وزنه قبل إرساله إلى المسجد الحرام. إجمالي عدد الخيوط في المتر الواحد لهذه الكسوة 9986 خيطا. محمد المزيدي، الإخبارية، مكة المكرمة.